امنوا، كلهم امنوا بحلمتكم وامشوا فيها جسكو، اعملوها بمحبة وما تستناوش، ما تعملوش ديزاتونت على اي حاجة، ما تدخلش تعمل كورة باش تحب تولي فيسح كوارجي كبير وتشرك المكشخة بالله. وما تدخلش تعمل المسرح باش تولي مشهور، وما تدخلش تعمل معناه ادخل حب الشيء اللي تعمل فيه، اعمله بغرام، اعطي قبل ما تاخذ، تعلم واعطيه قبل ما تاخذ، معناه انت تحب من الدرج الاولاني تجني في الثمار. انا راني مقروان معناه صحيح خرجت منها عندي مده، ولكن الجذور ما زلت ديما هنا، كنت عدى قدام المدرسه، كنت عدى قدام الليسي، كنت قابل اصحابي، كنت ندور في شوارعها. احلى ما قرني زرق باني، القيروان اول مدينه ترتكب فضيحه حب الشعر. السلام ومرحبا بكم الناس الكل في بودكاست نحكي كولتور. بودكاست نحكي كولتور هو بودكاست شبابي مش شباب لشباب، تعمل في ولاية القيروان، بس نستضيف ديما ديزانفيتي كوسوسوا قصص نجاح وإلا ممثلين معروفين وإلا ناس نجحوا في ولاية القيروان. بودكاست فينالمون نحكيه على ولاية القيروان والنجاحات اللي صايرة فيه. واليوم باش يكون معايا ضيف من الضيوف المعروفين درنيرمون في تونس، وباش يكون معنا سي شوقي خوجة. مرحبا بك. مرحبا مرحبا. بودكاست نحكي كولتور قاعد نتبع فيه ان شاء الله ان شاء الله يشد ثنيته اللي دي باهيه وباهيه القروان ان شاء الله يعيشك. شوقي، كنت نجم تعرف لنا روحك بالميثود اللي تحب عليها انت؟ والله ايش نقول لك، شوقي خريج المكان هذا، الجغرافية هذه القروان، صغري عديت الكل هوني الى حدود البكالوريا، مشيت تواجهت لتونس، قريت معهد عالي فن المسرحي وانطلقت المسيرة، وتوا انا استاذ تربية مسرحية في رفراف قرن، وننشط ممثل. عرش قمت بالعديد الأعمال المسرحية كسوا في تونس ولا حتى مع قروان، وهنا نحاول مازلنا. ما شوف، انت عندك فكرة كبيرة زادة على دومين متاع الكولتور بصفة عامة في القروان، بحكم نشط بريود كبيرة لهنا. اسكو ترى الدومين متاع الكولتور لهنا بلتو تيران متاع الكولتور في القروان تيران باهي، تيران يعني فما بوسيبيليتي للي جون باش يخدموا فيه باش ينجحوا فيه باش يطلعوا منه؟ هو راهو الحق، معناها الثقافة عاملة كورب طايحة عندها مدة، معناها ماشية وتطيح، مش كان في قروان، في تونس الكل والعالم الكل، مع نظام التفاهة العالمي ماكينة التفاهة. دونك تحلل أكثر الوضع وتفهم علاش قروان راهي مدينة شعر، حركة ثقافية راهي كانت فما حركة ثقافية كبيرة في القروان، كي ترجع من لي زاني 60 70، شعراء القيروان منصف الوهيبي والغزي يرحمه، والجيل هذاك الكل ما كانوا ديجا، نحن نعرفوا ما كانوا شباب، وكانت ناس لافامي قهواجي في القروان، كمال وبشير وحسين يرحمه، دونك حمادي سكيك البانت، هذوما الكل كانوا شباب راهو، معناها عملوا السينما وعملوا البانتيور، نشطوا في دار الثقافة ونشطوا في أزقة القيروان نقولوا نحن، وكان بول كبير قروان، راو مهرجان ربيع الفنون قروان، نزار قباني لهنا، محمود درويش لهنا في وقت من الأوقات، معناها استقبلت فنانين الكل، وسخونة معناها ثقافيا قروان سخونة قبل، ما نعرفش شنو اللي صار معناها من بعد، ممكن بعد الثورة أولها عشنا شوية واحد، ولكن مشيت في الإرادة السياسية في 10 سنين اللي تعديوا على تونس، أنا طمس للثقافة وضرب للثقافة وبشرت بثقافة أخرى في وقت ما، يعني 10 سنين اللي تعديوا ما مش سهلين حتى تعرف. 10 سنين الأخرانيين؟ أي بيان سور، 10 سنين العشرية السوداء. دونك اللي وجهت الحكايه لثنيه اخرى ما عندها حتى علاقه بالثقافه، معناها حتى الايدنتيتي نتاع كل مدينه تاع
تمشي للكيف المسرح معناها تمشي للقروين فيها لو جو حتى جونا نحن اللي تسمينا بين قوسين ديني كان صوفي. انا استاذي في المعهد اختي قري فيا يقول لي قروين انتم اوكي تطلعوا اهم تجون تطلعوا شعراء ومنطقيين لانهم السحر متاع القروين حيوتها والالوان اللي فيها تعطيك طابع خاص. كان نسمي لك انا من هنا ورد الممثلين القراوه والجامعيين والرسامين ما نقفش. انا قريت يكفيني شرف المعهد العالي للفن المسرح اللي قريت فيه عندنا زوز قاعات باسامي زوز من القيروان فنانين يعني قاعه الحبيب المسروقي قاعه عبد الوهاب الجملي هذوما زوز اعلام قيروانيين في الاسامي نتاع قاعات المعهد العالي للفن المسرح. ما غير ما نحكي معز مرابط اللي تو مدير مسرح الوطني ممثلين تعديوا قد شعر الراس بقولان شاكرة رماح ابراهيم الطيب في السينما رضا الباهي في السينما معناها كونت البلاد هذه خرجت برشا حمادي لهيبي برشا معناها اعلام دونك تقول تو علاش فما انا بيدي تو كنروح ما نلقاش نقدر ثقافة فارغة. في وقتي انا كنا نتعاركوا جمعية فما جمعية قدماء المسرح جمعية مسرح لغالبة وجمعية كلها نتعاركوا شكون يشد الصالة الأولى أنت تبرب وأنا لا هكا توا ما عادش فما تلقى سيني كلوب من غادي نادي السينما تلقى الموزيكا من غادي جروب دو دانس الهيب هوب ودنيا كانت فازعة معناها تدخل الويكاند في دار الثقافة تعدي تغلي فما وين تعدي معناها الشاب يلقى وين متنفس خاطر في الاخر تحب ولا تكره الثقافه تحميك من الجريمه تحميك من الانحراف تحميك تحب ولا تكره تشكل لك وعي اخر. انا المسرح كنت كواجي المسرح بدلي هذا هو ديجا يعني شاب فينالمون وقت يحب يخرج من الستريس بصفه عامه ولا يحب يهرب شويه كوميم توا فما كاتيجوري كبيره من لي جون نحكي وزاد كيف اخر 10 سنين وحتى قبل مش برشا الظاهره لكن توا بداو يهربوا شويه للكوتي نتاع خلينا نقولوا الفساد دومين مخدرات والحاجات هذيك. الكولتور بصفه عامه راى انه هو قاعد يمنع في اللي جون من الحاجه هذيا. انا اليوم نجم نجي لهنا للاستوديو نصور في عوض ما نمشي نقعد في الشارع مثلا تحت حيط ولا حاجه نخرج ندور نجم نمشي نكور نجم نمشي نترنى باسكيت نعمل حاجه ما عرفش الكولتور. انا بيرسونال مون راه من اهم الحاجات اللي موجودين توا بالنسبه للجون لكن اسكو ترى انت انه في ولايات اخرين ديما خير ديما ما نعرفش لي زوبورتونيتي موجودين اكثر من القروان من هنا خاطر نمشي معك شويه الكوتي تمثيل بار اكزومبل التمثيل بصفه عامه ترى انه التمثيل باش توصل تنجح انت في الدومين هذا لازمك تخرج خلينا نحدد اكزاكتومون تونس العاصمه تخرج من قروان الجمله باش تنجح. هو موضوع مربوط بموضوع معناها بكري نداو قلت لي بيان سور داك 3 سوايع تعديهم في كلوب ما عندهم حتى علاقه بثلاث سوايع تعديهم في الشارع الفرق يوضح ديريكت تشوفوا معناها في معناها ثلاثة سوايع في نادي بتبيع باش يحميك كما قلنا من الانحراف ومن الفساد. ولكن قلت لي انه يكون ممثل موجود في القروان الاوبورتونيتي نتاعو تنقص خاطر المركزيه الثقافيه خاطر بيان سور فما مركزيه ثقافيه العاصمه معناها هي اللي محتكره اغلب الانشطه وكل شيء. ولكن هذا ما يمنعش ان نراه انا كنت في القروان كنت نمارس في المسرح من بعد ترى سيروره طبيعيه يعني انا مشيت العاصمه قريت في الجامعه ولا من بعد نشط في العاصمه بالطبيعه دور معناها الفضاءات الثقافيه اكثر ليزيفينمون اكثر تتحل عينيك اكثر على برشا حاجات. ولكن هذا ما يمنعش اني نعيش في رفراف تو ما زلت نمثل رفراف منطقه ما معناها منطقة ما فيهاش دار شباب مش فيهاش دار ثقافة فيها بحرك هاو ما زلت ننشط وننشط مع التلامذة في المسرح المدرسي ونتحرك ونمشي ونجي حتى شيء ما يمنعك انك اذا انت نرجع نحن لقصة الغرام انك مغروم بحاجة شيء ما يمنعك شيء ما يمنعك. انا كان قبل ما ندور نمثل وحدي في بيتي معناها اذا تحب تطور روحك اذا انت بالحق
فما فرق لك زادة أنك باش تدخل الحكاية وتحب توصل من الأول. أنت دخلت من الأول تحب تولي مشهور زي. فمشوينا الشهر أنا ذي ستار سيستم ذي فيك معني ستار سيستم. دونك كون حاول أن تكون ممثل باهي بالطبيعة باش تفشل. بالطبيعة باش يجي واحد يقول لك راك ما عندك حتى علاقة بالموضوع تصير لك دي ديسيبسيون. ولكن غرامك هو وين يوصلك معناها لازمك بالاخر بالاخر هذا لازم شويه معناها خي تحب تربح وانت ما خسرت حتى شيء بيان سور. من الاول العائله باش تجي ضدك انك تمشي تقرا مسرح لازمك انت تكون زاد عندك موقف في هذا باش تخسر صحيح ولكن حتى شيء ما يقف قدام غرامك. نعتقد هكا معناها ال باش نوصلوا للزوبجيكتيف نتاعنا بيان سور فما قطعه طايحه فينا حاجه ديما فينا طايحه ولكن كي تتلفت تقول كنت تستحق تطيح. التمثيل انا قلت لك انا التو ما زلت ما نقولش حطيت انجح ما زلت سي توت ان بروجي. كان انا ممثل مارلون براندو شنو مو بالسياسه بالسياسه نحن بيان سور واحد يقول فما حاجات وصل لهم بهين في تطور سيروره طبيعيه معناها ما زربت على حد شيء. خاطر طموحي اليوم وغدوه اتغنى اكتور مش اتغاك زعما باش الناس تعرفني دينا نمثل غرامي حبي انا شخص نخدم في خدمه ونزيد نخلص عليها جوره نخدم خدمه انا كيك معناها بديت لي انا ساعه علاقتي بالنشاط من صغري طالون تاعي بدا في البانتور كل المسابقات بين المدارس الابتدائيه كنت نرسم انا نربح كره ارضيه ما لقيتش بعد دخلت عملت اتليتيزم قبل احنا ذيك عدو ريفي واحد كنت اختصاص الهين هذا قفز على الحواس باقي ما شيء. دخلت الفوت جيسكا قبل شكون يدخل جيسكا وتيست ودنيا واحد دخلت عملت 4 سنين جيسكا نلقى روحي بناك ما كنتش كل كوارجي بناك لقت كي بطلت ما نلقى روحي مش نعرف في حد شيء معناها ما استنستك اللي تكمل تقرا تمشي تترينا ولا تكمل تمشي معناها فما اكتيفيتي. دونك شي دار ثقافه نلقى هكا كاستينغ تفك اخذ باش تعرف انت متعدي من قدام دار الثقافه ها فما مسرحيه دخلت فرشت فيها دخلت وقت تفرش قلت كيفاش ناس تمثل كيكه ونص كيفاش ما ينساوش معناها اخذ الانبهار هذا ظهرت لي حاجه غريبه معناها كيفاش يتحركوا. دونك نلقى فما هكا مشيت للولاني بيان سور قال لي ليه رانا عندنا جروب مشيت للثاني قال لي عندنا جروب نحنا كذا بعد نلقى كل اعلان كاستينج جمعيه ظلي مسرح لغالبه عامله كل كاس كل اوديسيون هكا باش تدخل. مشيت نفكر ما 12 قبلونا زوز قبلونا زوز على مسرحيه باش نحضرها في الهوايه خذيت النص وانا ماشي قال لي راه عندي مسرحيه سي شكري العايدي اول واحد عملت مع مسرح استاذ مسرح قال لي راه عندي مسرحيه غاب معناها مع فما ممثل ما عادش معاه باش نعوضوه. انا ما زلت نعرفش نمشي على الركح وقتها شنو قلت له ما هي قال لي راك انت باش تعوض. دونك اول نهار روحت بزوز نصوص مسرحيه واحد بالعربيه الفصحى واحد بدا جو قلت ما لا جو من وعروض وبعد جمعه نلقى روحي وتخلص من فوق. دونك هذه هي الايديا انه هذيك حبة ما تفعل حتى تفعل ما تحب. من الاخر اعمل تحب عليه اقرا الحاجه اللي تحبها خي انك جيت بعد باش نمشي الكونكور باش عدي الكونكور المسرح امي تصلي وتدعي باش ما نتقبلش قلت لك بكري بابا يصلي ويدعي باش نتقبل ما خاطر سكوري وصلني اش سيكرتاج وقتها معناها كنت نجم نمشي اكسبير كونتابل نحب انا مشيت نقرا في الحاجه اللي انا نحب نعملها. كي تخرجت زاد ما حبيتش ندخل التعليم الاول ما كانتش مساله تعنيني عديت كاباس لثاني قعدت فريلانس نخدم نعرف مسرح ناكل باللي دخلت نعرف روحي باش ناكل طرف خبز قد هكا مش حشتيش انا بالثرى اللي انت مربوط البودكاست نتاعك نحكيو كولتور واكتيفيتي سونتيمونتال اكتيفيتي كولتور سونتيمونتال اي خاطر مش كل شيء ماده معناها انا عارف اللي باش نمشي باش انا مش باش نعمل ثروه ماهوش طموحي كائن معنوي انا. دونك المسرح ينجم يعطيك حاجات ما تعطيهم لكش الماده فانت كونت هو اللي سفرني بعد دخلت لليساد سفرني دورني العالم لبنان مصر الاردن المغرب فرنسا المانيا ايطاليا هزني المسرح هاي هو عطاني هو حتى ما كان نحسبوه من السفريات انه نقول
بالفلوس او حتى فلوس يعني. ايه بعد بون تشلق زاد انه وحده ما تنجمش تعيش به معناها خاطر مش هو فلوس واكثر من نظام تاع الدوله صبوشي فما تنجمش تستقر به. مشيت عديت كباسي دخلت التعليم دخلت بار اوبليغاسيون بعد وليت عن حب وليت نحب فما تقول هذا في صلب موضوعنا بين الحلمة الذاتية متاعي كممثل تلقى فما حلمة جماعية اللي هي تونس غدوة. دوك نمشي نقري تلامذة أنا نقول من 150 تلميذ أكيد باش نكتشف 20 ولا 30 موهبة والباقي جمهور جيد متاع مسرح غدوة وتربي مواطن قبل ما تربي ممثل فتولي هذه هي المعادلة اللي تعملها. دوك فهمت الحكاية راهي مبنية من اللول كان على الحب وعلى الغرام وانه مش كل شيء تنتظره معناها فيسه حكا وحب على الفلوس ونعمل ثروه حتى تلقى واضح. وبالنسبه للي ما يعرفوش العباد كانت عندك زاد التجربه كمخرج مسرحي في مسرحيه نيرفانا هكا ولا كانت تجرب تحكي لنا عليها تجربتك في المسرحيه هذيك. اي انا الحق انا قبل نيرفانا شاركت بارش عمل مسرحيه كممثل والتو راني نقول انا ممثل اكثر. نيرفانا كان جاي في سياق الحق اخر اني بعد ما عملت عديد الاعمال المسرحيه نكتب انا فكتبت النص وكان اول اخراج ليا معناها النص كان الحق تجربه ذاتيه معناها بيرسونيل على الاخر فذاك عليه اخترت اني حتى نعمل له انا اخراج ولاني نعتبر اني وقت المعاني نتاعو الكل مستبطنها. ف كانت لي دوين نيرفانا الحق من تجربه ذاتيه حياتيه ودويت دونك عملتها في مركز الدرامي وروك حي الفيلوان نشكرو حمادي لهيبي هو وقت اللي حللنا الباب وكما قلت لك بكري تحكي على يعني ازمه الكاتب ونحكيو فيه نيرفانا تجبد فيه طرح الثقافة في 2000 وعملت 2019-2020 دونك الحركة الثقافية تو بين قبل راهو معناها الهجدور السبعينات راهي ليزاني 60 مي 68 الحركات الثقافية الايديولوجيا الافكار كانت تتصارع افكار سياسية افكار تو ما عادش تليفون ضرب الديجيتال معناها تشوف تيك توك معناها انا مازلنا نعمله في المسرح مدرسي لان مازلوا تلمثلي يمثلوا شكسبير ويمثلوا المولير نفرح نقول انا على الاقل نجمت ندردع حجره في وسط التيك توك متاع واحده تحكي لها على الفول ولا تحكي لها على الكريمه متاع الوجه فهمت دونك دخم على جبل بقدومه. أما الثقافة عمرها ما تموت لأنها راسخة. عشتوا بريد الكورونا ولا شنو اللي قاعد لقاو حل لكل شيء لقاو حل للنقل ولا تيليترافاي لقاو حل لكل شيء لقاو حل لك ولا ما وقفتش الدنيا في الأخر كان المسرح ما لقاوش حل ما نجموش يلقاو له حل خاطر يلعب ضدهم تياتر حتى عملوا زعما هكا اون ستريمينغ ما تعديتش ما نجحتش سي ان ار فيفون والمسرح ثابت في التاريخ راهو مليونين من الغريق ما يموتش يعني في هذه الحاجات الجوهريه والحقيقيه في الحياه بالنسبه ذي راهو كلامي للشابه للطفل اللي اعتبرتي شنو هو مسرح تي مسرح مثل لنا هذوكم ويحسبوا فما الناس تعرف اللي مسرح وفما ناس تخسب المسرح العربية الفصحى والأداء ويقول لك كيما أنا في وقتي مو عندي أصحابي هذوك نقرا في السجن فيه ويا قديم وشنو والمسرح ولا ليه وهي ما عندها حتى على توا زعما الناس ولات تعمل هكا باش نمشيو لكلوب تياتر وإين شوية الدنيا كان ليه دوك المسرح راهو أمبل برشا من هكاك ثابت احنا نوفيه وهو ما يوفيش دونك الناس اللي هكا معناها بدات مازالت في خطواتها الاولى ومغرومه بالمسرح ويجي ديريكت صاحبه يقول له لا وخوه يقول له لا وبوه يقول له لا عيب ولا مو هذاكم تسمعهم مو عيب وحرام وما يخرجش علينا ومش في سبرتنا وما يجيش هكا ليه ما فما حد شيء الحمد لله انا نجونا باعجوبه انا لاباس معناها ما هي سهلة بيان سور حتى جيلي انا لو في الادوليسونس مش سهل تا
طول شعرك وهدوكم مختلف بيان سور زيد اون تي فو اون تي هكا يعني يخليك مختلف يخليك تغزر اوترومون يخليك من قبل تخليك ما تشبهش هذا هو مش بنت خلف تعرف ولكن بالحق يعطيك خصوصية قبل المسرح يميزك هكا نوعا ما بالإيجاب وبالسلب على الناس فتحس روحك في غربة وتحس روحك خارج على السلب وتسمع أبشع النعوت ولكن بالسياسة بالسياسة تولي لك بالعكس حصانة لك وبعد هكا تشوفوا نحن أصحابنا بعد كي توصل لأن حتى التوى ما زالوا عندي أصحاب يقرأوا معايا يقولوا يا شوقي كنا نتبولدوا عليك أنا وأنت تقرأ في الشعر وتكتب في الشعر وتعمل في الواحد هكا والله تياه معناها وهي فرحني يقول إن شاء الله كيكا زادة واحد آخر يتعدى في عمري أنا وقتها ويثبت ويشد سيح واضح برسا بار المسرح وكل دنيير مو ريناك في دور مبروك في مسلسل رقوش مسلسل دنيير مو خلينا نقوله ضرب الباهي بالباهي في رمضان واخذ شهرة باهية نحب نسألك كيفاش انت تعاملت مع الشهرة في 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 دورك نتاع مبروك بعد ما كمل المسلسل كيفاش تعاملت مع مع لي ميساج بوزيتيف لي ميساج نيجاتيف النقد الشكر هو الحق انا من كيما قلت لك ما نمنش برشا بالشهرة الشهرة شنية الشهرة اللي نعرفوها نتاع ستار سيستم في امريكا ماهيش واحد مشهور يمشي ياخذ الخضره راهو معناها الشهرة بون تقول الجران بوبليك في تونس يعرفك بيه هي الريكونيسونس فما اعتراف بالجميل اللي يخليك تقول فما ساعات ما قلت لك في باركورك تتعب يجي وقت وتتعب ولا تقلق ولا تقول فاش قام نعمل فيه كي تعمل حاجه بصدق حتى راي والله انا نقول بعد عام بعد عامين راهي باش تذكر وانا ما جاتنيش مع المسلسل الريكونيسونس ولا جاتني في الجوائز اللي خذيتها في المسرح خذيت جايزة أحسن ممثل في أربيل كردستان ولا خذيت جايزة في تونس كل جايزة أنا نقول تعبت وتزيدني هكا نفس اللي باش قلت يا هاوكا واحد تعب ومشاش خسارة المسلسل جاي في شخصية مبروك جات زادت تشبه لك حاجة من نوع هذا تقول يا هيا تو نعرض وهك تشوف صفتين جمهور ساعات وصفتين واحد ما وتمثل حياتك كاملة وساعات ما يعرفك حد تتعدى ما يعرفك حد إلا ما تتعدى تغير أو إلا ما تتعدى في اكتشاف أنا رشحيني اكتشاف وجه جديد أنا عندي 16 سنين بون نفهم اللي هي يعني علاقة بالجران بيبليك ولكن باهية ماهيش خايب الريكونيسونس باهية باهية المحبة زادة متاع الناس الحق معناها اللي فرحان تفاعلوا معاها تفاعلوا مع المسلسل تفاعلوا مع الشخصية واللي فرحان بها اكثر خاطر الفهم زاد مستويات انا لي كونيسور يفهموا صعوبه الشخصيه ديك لو فود فيلاج بيرسوناج كومبوزي كومبليكي الناس تقول لك تاكل مهتوش ما تحبوك الحق جاتني ردود افعال كلها طيبه ايجابيه بالكدا ممكن الحلقات الاولى مازالوا ما فهموش المسلسل اون جينيرال الحلقه الاولى الثانيه ولكن بعد تعاملي الحق هي اكثر حاجه كنت اكثر حاجه تعني لك تولي عائلتك امك وابوك اي غزرتهم ليك غزره الفخر اي ثم من هذيك هذيك اكثر حاجه ممكن تعني لي انه امي ولات تقعد على التلفزه تستناني انا باش نتعدى هذيك باهي حتى اللي انا شر نجم نرجع لدار لكن الشخصية ما حسيتها كانت شخصية صعيبة في عندي فكرة أنا شوية على تمثيل الشخصية هذه ما كانتش متصور سهلة في التمثيل متاعها بالأخص كانت شخصية ما تكلمش يعني كيفاش كانت الطريقة باش توصل الميساج متاعك وكيفاش نجم تحضر لها بيرسوناج كيفك حتى تصور تحضير مش سهل كمان هي شخصية الأصعب حاجة فيها هي سيلويت متاحة تياترال ولكنها مش تحطها في التلبس السيلويت تياترال ومش حاجة باهية لأنه تعرف التمثيل قدام الكاميرا ما هوش مو ما يبعدوش ولكن مش التمثيل في المسرح
فانا الساعه اهم شيء انه التقنيات، وما عنديش برشا ظهور العبد سنة في المبرج الرومي يخرج قدرة ربي على قريب سنة مع خراج موسف دبيب، ولكن ما عنديش تجربة كبيرة نقدم حتى التجربة اللي جبتها لي بكري في الأوف قديمة. فأنه نهز أنه تعاملي مع الكاميرا في الشخصية هذيك هي الأصعب. الشخصية خاطر اللفو معروف، اللفو موجود في السرديات دي، مقول موجود الدرويش في مصر، وموجود الغناي، وموجود الدوما، الشخصيات اللي تتعدى على الهامش موجودة في الباكراوند المشهدي، معناها اللي في مخي ولا الفكري ولا اللي في الروايات قريته ولا كذا. ولكن شنو باش تعمل اللفوم تاعك؟ معناها هو ديما نقول الطفل خدمته بالجانب الطفل اللي فيه، معناها المحرك. انا وعمري 4 سنين كيفاش نتفاعل مع الامور، ولا الفضول اللي عند الطفل اللي عمره 3 سنين 4 سنين كيفاش يتحسس الصدق نتاعو، خاطر الطفل هذاك ديما صادق، معناها وهذا حتى كي يكذب يكذب بصدق. دونك اللفو غادي معناها تحضير الشخصيه اكثر الموتور داخلين، ولكن الصعوبه كانت في علاقه بالتقنيه قدام الكاميرا. وراني عبد الحميد يعطي الصحه، معناها عينه معناها ثقه تامه، وديما نقول عينه ذواقه وتف، معناها تعرف تحط كل مكان الصحيح في الوقت الصحيح. اسكو انت يعني سعيت لها الحاجه دي؟ يعني سعيت باش تظهر في التلفزه؟ لا حتى تر تلفزة معناها تلفزة جنرال موي ظهور في التلفزة بصفة عامة. كان جيت سعيد راك شفتني من قبل، قلت لك كانت عندي تجربة في قناة، في قناة قبل لها قناة خاصة خدمت فيها عام وقتها، ما كنت زاد عندي الموقف الثوري لو من التلفزة، زعم التلفزة ليه وانا ممثل مسرحي ليه حتى تر. اما كنت نحب عبد الحميد، ووقتها نشوف في النوبة ونشوف في مايسترو وقتها الأسعد وسلاتي، كل المخرجين هذوما راني نلقى روحي، خاطر هما فما مستوى فني معين وقتها خلقوه في التلفزه، دخلوا سينما التلفزه، فكنت نقول نجم راه. والاكثر عبد الحميد، معناها عبد الحميد شات بريود وحكينا وقتها، ومعناها فما عوالم تتقاطع مع بعض. عبد الحميد يمشي يتفرج في المسرح، يتفرج فيا في المسرحيه، اشتغلنا مع بعضنا في الفيلم زاد نتاع برج الرومي وهو كممثل، معناها شاف وهو بدو يعيط الممثل بالفيلينغ، معناها بالاحساس، قالها هز تليفون. انا الحق اني جريد ما كنتش مزروف حتى ترفع، نحب السينما، كانت تغيظني اني السينما ما خدمتش برشا. فسنة الحمد لله بريمير رول في برج الرومي، معناها واحد صبر صبر وموا على الاقل جاي دور بطوله في فيلم مع مخرج كبير موسف دبيب، تفرح واضح. و جوست انا كي تفرجت على المسلسل بصفه عامه على رجوج، حسيت انه البيرسوناج نتاع مبروك لقي تعاطف كبير مع عند النساء مش مع عند الرجال، لاحظت انا بيا يعني الحكايه ما عرفتش اسكسها ولا مبروك مبروك. ما عرفتش حسيت على طول المسلسل تعاطف الكل قاعد ياخو فيه مع عند نسيمة مع عند ما عند محبوبة ما عند نساء شخصيات نو 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 ما عند نساء شخصيات في وسط المسلسل واش قاعد يلقى في تعاطف مع مع الرجال مع اي هما شو نساء او المسلسل حطهم اون فالور سي هما الوقت اللي وقفت المرمى دخلوا هما كملوها نساء القضية النسوية اون جينيرال المسلسل مشابه البعيد معناها خلاف القضية الحقوقية نعرفوها نحن في علاقة بالمساواة في علاقة بالقضية المرأة معناها في علاقة بال ولي فام رورال اللي هي قبل في الطرح في المجتمع المدني ساعات فما تقسيمات الرهانة دونك تلمت مع بعضها فهمت اي ما القلب عند المرأة ممكن قلب عند المرأة في الرجال بون ممكن يوسف شويه في الاخر يوسف اي بيان سور في الاخر تطورت علاقته ولكن اي في هو ولد الدار ولد الدار محبوبه وسيمة وعيده معناها اي اقرب انا بدي الاكس نتاعي كان معاهم ديما واكثر الشخصيات اللي تلاقيت معاهم في خاصه سيمة اي سيمة كانت هي هي تحسها لا ماما يعني سيما عند الكل تغسل دبش وتغسل تلابيه مشادة
سبين دي ميسي نحيوها كل فاطمة وجماعة بربي نحيي الممثلين الكل في ربي مش خطر من أحلى من أحلى معرفت في الناس كلهم ممثلين وفريق تقني من أحلى معرفت معناها جرام لكن ما صارتش بيني وبين حد وتو في التياتر وهنا نعيشوا مع بعضنا 3 شهور 4 شهور وحتى ذي عشنا بالإسبري هذاك شهرين وجمعة تورناج بالبذاك برشا محبة وبرشا جنوريزيتي عطاء جست فما حاجة ركزت فيها برشا تريلر من اللول بالكل من أول تريلر هبط قبل رمضان بشوية نحب نعرف شنو هي حكاية البوسة من الخشم حتى مركز فيها هذيك هذا السؤال بالرسم حبيت نسأله من لوبكم قبل ما نبدأ الحلقة في مخي حبيت نعرف شنو هي السيني متاحة هذيك إيه هو مش اللي هي موفمون كامل فيه البوسة من الخشم موفمون بتاع الماجي اللي بالفولارة كي يهبط تبوس له ديما محبوب بس هي انكود كما الرابوري مدي ديك مش يبدأ يعملوا هكا تا 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 سي انكود يعملوا هو اللي يعملوا للناس كل اما البوسة كان المحبوب بوس الخشم كان المحبوب يعمل ما الكود هذاك يعملوا الناس الكل واللي ما يتفعلش معاه يتغشش انت تفكرش قطعت يوسف كف في قدم القهوة عليه انت كف وقتها خاطر ما تفعل هو جديد على الواحد خاطر ما عندوش فكرة ما يعرفش ما انا اللي نعمل له هكا ديريكتي صفخ لي سي انكود بين مع محبوب تتطور اكل وفما زاد نذكر في الحلقة 15 وقت اللي دخلت المحبوبة للسبيطار الكلينيك بليتو خرجت شوية ظهرت بارتي حسيت هذيك بارتي متاع شخصية مبروك الحقانية البارتي الكلام اللي تقال هذيك ركزنا فيها الناس الكل مش عارف الكلام هذاك اللي تحكيه شنية قصته شنية حكيت وعليش تحكيه بالفاسون هذيك في الطريقة هذيك في الحلقة هذيك في البارتي هذيك بالذات هي هو الساعة سيكونس هذيك هي دخلنا الأغوار ذات مبروك دونك يعني كينا دي ما نقول شد الكاميرا ودخلنا القلب ومخه وتخميمه اللي بصوت عالي هكا ولا خاطر ديما هو راهو مش ما يتكلمش يقول تلامس شويه ديكود هكا فهمت ولكن في السيكونس هذيك كينا دخلنا في قلبه ديجا من بعد شوفوا انت ولا الباب الحكايه الكل صارت في مخه حتى البوسه ما صارتش من الخشم هكا خاطر عامله نتاع الاكسجين هذيك الوحيده دونك تعبيره نتاع حب تعبيره كبيره نتاع حب قديش مبروك يحب محبوبه قديش يحبها برشا يحب يعني خلاف الحب راهو العاطفي الرومانسي حب وجود ما ينجمش يتخيل الدنيا بلا محبوبه او حتى في الكلمات كيقول يا شمسة ربي وقت خذ اللي تحب خذ سنة ذهب قريه كامله عندها سنة ذهب يعني خذ القريه الكل خليها هي دونك في الشخصيه انه المامون هذاك من نول قارين له حسابه معنا عبد الحميد انه لازم في لحظه من اللحظات نفهمه حاجه في مبروك خاطر قعد ديما سره فوقه والتو هو سره فوقه عنده علاقه كبيره هو وبعد عن الناس ممكن اللحظه الوحيده اللي نجم يعبر فيها قدام الانسان اللي يحبه كيفاش تعاملت معاه انت السنه هذيك بالضبط خاطر سنه صعيبه كمان اي صعيبه ما هي جت اخر نهار تورناج البلان ترافاي الكلينيك اخر نهار كملنا معنا تقريبا زاد من اخر السيكونس ما اي وبسلسل كامل ما لعبتش معناها بالتكست بالجديد دونك ما كنت جت الاولى الثانيه تخذيت هي راي سي مومون كيفاش احنا نحكيو سنتيمونتال سي مومون تري هكا ايموشنيل شعري وعاطفي مش سهل انا بيدي عندي الوضعيه ذيك
انا نكره الكلينيك ونكره ريحه ليتير والسبيطارات ما نحبوش معناها الوضعيه دي كانت تحطيت قدامها مع الوالد عامين التالي في سهلول وقتها في الريحه هي بيدها ونحب كنت نقول له الكلام ذاك الكل دوك ديما قلتيش انا ديما ولكن في استحضار مشهد محبوبه هو ديما فما نوع من استحضار مشهد اخر عشته بالحق والكلام هذاك اسكو كلام كتبته وانت ولا مكتوب من قبل ولا اسكو هذه كلام كيف ما نقولوا احنا موجود من قبل كيف ما نقولوا احنا من التراث خلينا نقولوا هيك نص يعني حكيته انا حتى في راديو نص انا معناها عبد الحميد يعجبني فيها انه يعطيك مساحه انك باش تقترح وانك هذا كان فما نص وكان فما كان نص آخر كنت نقوله بعد كي عشت أكثر الأحداث أنا والشخصيات وجو المسلسل معناها اقترحت لوقت النص ذا عبد الحميد اللي تكتب على محبوبة وكان رحب به بالذي وكان كتبته عندك بيسا واضح فينا المو حب نسألك أنه أقرب عمل في حياتك قريب منك انت تحس روحك انت موجود فيه تحس روحك هذاك يمثلك انت رجوج منهم انا نحب الكولتور تزيغان ساعه وهذا انا بطبيعتي في دنيتي انا نسمع الفلامينكو برشا ونسمع ولكن في المسرح ايبنوز مشروع التخرج متاعي واللي بعد كان في الاحتراف عندي الاعمال القريبه لقلبي انترسيكسيون الروبة ممكن خاطر زادة توشت بها بالجوائز في شخصية خميس كوبا أذوم الحق الأقرب للقلب لعب الكل نحبه منه ولكن هكا فما عمال يقعدوا في ذاكرتك من أهم ومن يقول لك مشروع تخرج إبنوز واضح شوقي شكرا ليك على حضورك اليوم وعلى قبول الدعوة إن شاء الله راوك في مزيد من النجاحات ومزيد من الأعمال الأخرى وفي الأخير نحب نخلي لك كلمة الختام كان عندك ديديكاس ونصيحة للشباب في تونس الكل وفي القروان عايشك زاد أنت على الاستضافة وباهي معناها بالحق إن شاء الله يكمل البروجي خاطر مش نقاوه مش ديما نقاوه ناس تحكي كولتور بالحق انا من حق ما نحبش دور النصوح والواعظ انا للناس راني مانيش ولكن بالحق امنوا نقول لهم امنوا بحلمتكم وامشوا فيها جسكو اعملوها بمحبه وما تستناوش ما تعملوش ديزاتونت على اي حاجه ما تدخلش تعمل الكوره باش تحب تولي فيسح كوارجي كبير وتشرك المكشخه قبل وما تدخلش تعمل المسرح باش تولي مشهور وما تدخلش تعمل معناه ادخل حب الشيء اللي تعمل فيه اعمله بغرامه اعطي قبل ما تاخذ تعلم واعطيه قبل ما تاخذ معناه انت تحب من الدرج الاولاني تبدا تجني في الثمار لازمك تعطي برشا وقت باش تبدا من بعد جي ويجيره معناها نحب نقدم تحيه للعائله والقراوه الكل انا راني من قروان معناها صحيح خرجت منها عندي مده ولكن الجذور ما زلت ديما لهنا كنت عدى قدام المدرسه كنت عدى قدام الليسي كنت قابل اصحابي كنت ندور في شوارعها احلى مقاني زرقباني القيروان اول مدينه ترتكب فضيحه حب الشعر وان شاء الله ما زالوا يطلعوا ممثلين وفنانين وشعراء في قروان واضح شكرا ليك شكري وهذه كانت حلقتنا شوقي سامحني محمد شوقي في مخي كبتي من بكري ونكون عيطت محمد ولا شوقي دخلت شكرا ليك شوقي وسامحنا شكرا ليك على حضورك وهذه كانت حلقتنا اليوم من بودكاست نحكي وكلتور باي باي.